حياكم الله المرة من الهواء الطلق والأجواء الخارجية. طيب، تعد ليلة رأس السنة من أكثر المناسبات التي يجتمع فيها الأصدقاء والعائلات لتوديع عام وسنة مرت واستقبال عام جديد بسعادة وبرفقة من يحبون على مائدة العشاء، سواء كان في المنزل أو في أحد المطاعم. لكن السؤال دائما، ماذا سنطبخ؟ ما هي أفضل الأطباق التي يمكن تقديمها وإعدادها في هذه المناسبة؟ والله مهمة صعبة يا عادل، خلينا نعرف ونشوف ضيوفنا لتقديم أفضل الأفكار لعشاء حفل رأس السنة. ينضم إلينا خارج الاستوديو غيث تدموري، مدير مطعم وجي ميرايس رئيس أطها. صباح الخير وأهلا بك، كل عام وانتم بخير. يوم واحد بيفصلنا عن العام الجديد ويمكن في استعدادات وتحضيرات لهذا اليوم، قول لنا أهم هذه الأطباق اللي ممكن نعتمد عليها ونعدها. مثل ما حكيت بالمقدمة، يعني هاي الليلة كتير مهمة لكل جنسيات، هاي الليلة اللي كل العالم اتفقوا إنه يحتفلوا فيها، سو هي تعتبر أكبر مناسبة بالسنة. بس قرب المايك. أكيد أيوة. أكيد تعتبر أكبر مناسبة بالسنة. That's why بتحسي إنه كمطعم في عنا مهمة نرضي كل الجنسيات، كل الأطباق، كل الكوزينز اللي بالعالم. سو حبينا نبلش بالسلطات أكيد اللي هي إلى أكبر دور. مثل ما أنت شايف عنا هون إحنا مشكلة بالهواء كتير كتير مشكلة، حاولنا صدقني ما في هيك بالمطعم. طيب خلينا نبدأ بالسلطات أول شيء. أكيد شو اللي يكون موجود بداية؟ هي بتعرف رأس السنة وكلنا فاتين إنه يلا نيو ريزولوشن، لازم نبلش بشيء هيلثي تريندي. بقى حبينا نساوي تريندي سالس. هون عنا التونة تارتار وهي طعم التونة مع الهواين باينابل، بيجي مع الأفوكا. سو حبينا نسويها كمقبل شهي وريفريشينج على المبلش. الكينوا دائما طبعا على كل مائدة، صار الكينوا هي شيء أساسي مثل ما حكيت. هي هي الكينوا البيضة مع السودة مع السالد، الصوص السالد فيها البوراتا تشيز. مرات تشيز طبعا على كل مائدة حبينا مثل ما قلت نرجي الأطباق. هون الواتر ميلون مع الفجل، البطيخ مع الفجل، هذا هو البطيخ بيجي مع جبنة فتة وبيجي مع الصوص البالميتو. كتير ريفريشنج لتبلش، يعني انت احنا نفوت هلأ على الأكل كتير بقى بتحبي نعمل ريفريش مثل بوز. أيوة المعركة اللي جاي. بس انت قلت دي للأشخاص الصحيين بيدوروا على الترند والصحي، بس اللي أنا شايفاه قدامي ده مش صحي أبدا. 100% ما هو الناس بتستمتع بالأكل. إذا أنا حبلش هلأ السنة الجديدة بريزوليوشن إنه أنا بدي خفف، سواء اليوم هذا اليوم الوحيد اللي لازم فوت بقى أخلص كل الأكل. سو أول شيء ضميرك بأنبك، بعدين ممكن نبلش بالشيء الأكل الصحي. تنسى الضمير. تنسى الضمير. طيب خلينا نقول إنه البرجر وهو أسهل ما هو موجود على المائدة. توماهوك. خليني أنا إذا أقول إنه تفضل. مش في المطعم، في البيت. أيوه. ما هي أول الاشتراطات إذا تحب شيف جيمي أو حضرتك؟ أكيد طبعاً. So he's asking if you're at the house, how can you start? Yeah. So what we have over here is actually this is an 8-7 Wagyu tomahawk. So it's the highest grade of beef that you can get. There's a high content of meat in, of fat in here, which makes the meat just so much juicier. This is about 1 kg of meat, so definitely something that people would love to enjoy. Next to it, we have our sushi platter, which is also one of our big sellers here. طيب احنا خلينا نقول ان هذا تقريبا كيلو، تقريبا كيلو للمشاركه. انا اللي اعرف انه لكل وجه يكون تقريبا 10 دقائق وعلى الجوانب 5 دقائق. بعد شيف عادل. شيف عادل. بس شيف عادل هاي القطعه هي القطعه كثير مميزه. ليه؟ لانه طريقه طبخها بتاخذ مثل ما قلت كل قطعه طبعا، وبعدين لازم تنحط بالفرن. بس انت على هوا شو بفضلوها الزوار اللي عندك او الناس اللي حيشاركوك بدهم ميديا بالاخر تدلعها مع الروزماري والزبده والثوم كحمام ساخن للنكهه، دائما تضل عم تلعب فيها. طيب السوشي كثير من الناس بتفضله وبتحبه، الطريقه اللي موجوده معنا ايه هي الطريقه؟ وكمان اصحاب المحبي الماكولات البحريه، انت بتعرفي انه بالصين باستراليا بالنيو يير بيحبوا ياكلوا شيء سمك او سمك او سي فود. ليه؟ بحسوا انه كافتتاحيه بتجيب لهم حظ بالسنه القادمه الجايه. سو نحن بالسوشي هون حبينا نسوي طبق مشاركه تو اليفيتد كطبق للكل يتشارك فيه. سو في عندنا الساشيمي، النيجيري، الرولز طبعا اللي كل اللي بحبوها. وهون عملنا طريقه جديده للسبرينج الكراب، الكينج كراب يلي هو السلطعون، عملناها بطريقه البلت او السبرينج رول.
سو هذا الطبق حلو للمشاركه، الكل بيقدر يشارك منه. نحن عم نستنى المين كورس تبعنا، سو فينا نبلش بهذا الطبق از ميديوم. طيب احنا خلينا نقول ايضا ما المميز عندنا. انا رايح على اللحم بما انه انا اكيد انت محب لحم. لحم على السنه الجديده اكون فيجن. اه لا صعب، يلا قول لي هذا معناتها الطبق. اذا بدك تبلش فيجن لازم تبلش بهذا على نيو يير. طيب في عندنا هون الميت ستاك اللي هي مثل ما نسميها برج اللحم. برج تعرف اللحم. انت النيو يير والسنه الجديده كلها احتفالات، حبينا نسوي طبق خاص انه يبين الاحتفالات. بتعرف برج خليفه وطول نحن عندنا الفيو تبع برج خليفه عباره عن قطع لحم، قطع ستيك اوكي، من بعدها بيجي قطع تشيكن دجاج، بعد الدجاج بيجي عندنا الاناناس مشوي، اناناس مشوي كله هذا مشوي، بعده بيجي الجبن، في عندنا الموتزاريلا والجبن، وطبعا اذا في ناس بفضلوا الحلوم فينا نحط الحلوم جبن، كله هذا بيطبخ. طيب تفضل إيه، احنا عايزين نلحق ناخذ يلا يلا يلا. في كمان هنا وينجز ولا لا؟ هي التشيكن وافل واللي هي قطع البوب كورن التشيكن من صدور الدجاج، بعدين محمصه ومساوي ومطبقه، بنحط عليها صوص البيكلز والهاني ماسترد. بعد هذه الوليمه ايه لا يعني لسه مجال وليمة. بسيط انه نحلي بماذا سنختم هذه السنة الجديدة دائما معروفة انه مليئة بالمفاجآت، كلياتنا بنحب نتوقع، سو عملنا طريقة حلا خصوصية للسنة الجديدة واللي هي الدوم شوكليت، اللي هي لازم تفتحها لتشوف شو في بقلبها، اتس شوكليت شوكولا طولة بقلبها هدية، وكل كل طاولة في عندها هدية غير بجوا الشوكليت هاي داخلها تكون مفاجأة. ايوه هي مفاجأة. وعندنا هون الكيك البوبس، هذول البوب كيكس هن طبقات من الشوكولا محطوط بقلب الكريمة والآيس كريم، ومحطوط عليها كمان الكيكس اللي هو كمان من قطع الشوكولا، وبنحط عليها صوص الشوكولات كمان مشان يدوب كله سوا. نسأل عن المشاريب ولا لا؟ عالسريع يلا سريع أكيد سريع. يعني هيك سنة وهيك قولي اسمها بس هاي الستروبري موهيتو وفي عندك هون البيريز إلدري بيريز هون فوقي أم بالي واللي هي بتنحط مع الدراي دراي آيس إيش بيطلع وفي عنا البلو أوشن. ممتاز شكرا جزيلا شكرا جزيلا غيث وشكرا جميلا لجيمي رايس شيف ورئيس الضحى. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، ونتمنى لكم كل سنة سعيدة. هابي نيو يير. هابي نيو يير.